قدوميها حرير كاريمها الدبدة قولها شعب كبارلمان كفدرال كاهي الصومالية مشرح مدعوين حلبان عبد القادر عصب لعلي يو وفدي وهو قامين يي ايا مانتا قاري مقال لدى جوهر حرونتا دولة قبلات كهير شبيلة وفدي وهو قامين يي مشرح مدعوين حلبان عبد القادر عصب لعلي مركي اي كدقين قرون كديارة دها مقال لدى جوهر حرونتا دولة قبلات كهير شبيلة وحا هل كاسكسو دوييي مسوليين كترسان دولة قبلات كهير شبيلة سراكيل عيدان ايو قيبها كلايا بلشدا وفديقو او هقامين اي مشرح مدحوين حلبان عبدالقادر عصوب لعالي ايا لو قلبيي دنكا مدحتو يدا مامول كهير شبيلة وجيت كسعدال كيسا ايا اهور مرينتا ايو حق غباشادا حالدها نولولاد دي كجرا ديگان ندا هير شبيلة انتا او كسوغن يهي مقال لدى جوهر مشرح مدحوينه عبد القادر عصب لعلي وحا او كلما قوني قوني اهلا يلندونا وحقرتك اقوين يهندا علماء الدين كا يوقيبها كلا دوانا بلشدا مقالدا جوهر مركي او مقالدا قاريه وحا او حرونتا مدحتو يدا هيرشبال لكو قابلي مدحوينها دولة قبلاتك هيرشبال لعلي عبد الله حسين علي قودلاب او صور دوين ديران اسمي مشرح مدحويني عبد القادر عصب لعلي iyagoo na xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Hirshabeelle ku yeeshay wada hadal ku saabsan xaaladda siyaasadeed xilligan dalka marayo arimaha horumarinta deegaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle wuxuuna madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Hussein sheegay in musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusub Cali oo kaalin iyo door muhiim ah ka qaatay horumarinta deegaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle isagoona sheegay in xilli loo baahnaa uu ku soo aaday safarka وفديقو هو قامين ايوه مشرح مدحوين عبد القادر عصب لعلي عبد وحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسم مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان قلين كرتا اديقو جوغا قوب تادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسك ديوان قلين كران بريمير وولت دو كامدا ايه قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.